Sundowns have a player in red hot form. Scored four times in his past two games, including twice against Al نادي الهلال هي بأن تكون حاضرة لحسم هذه المواجهة. سنعرف ذلك من خلال قادم الدقائق. تزيدة من خارج منطقة الجزاء ومن مسافة بعيدة اللي كانت موجودة من ثيبو ماكوينا اللي سجل من خلال المباراة. عناصر سان داونز إبعاد لعثمان ديوف في اللقطة الماضية، وصلت إلى إيمورا باتجاه ليليبو صاحب الأربع أهداف من خلال هذه المسابقة الأفريقية الذي يريد الوصول. عدل الثاني تعود لضربة حرة، نقل الكرة إلى الأمام، كرة طويلة عالية باتجاه ليليبو مستمر. Among the players forward, Lillipo swings it in and well held just under his own crossbar by Williams. أمام لنادي سان داونز جهاز الفني لهذا النادي ليزيد عن 24 فرد. هذه المحاولة لدقائق الشوط الأول للسيد إبينجي بمغادرة إبراهيم، كرة عالية لكن غادرت أرضية الملعب إلى ضربة مرمى نادي الهلال. لكن لو كان استغلال الفرص الماضية والمحاولات الماضية ربما قد يكون قادم الدقائق. كرة لمحمد أحمد، خاطئة من محمد أحمد. ثيبو زوين عدى في اللعبة الماضية، تمريرات قصيرة حاضرة لانطلاقة للتقدم للخط الأمامي، ولكن تغطية موجودة في اللقطة الماضية من قبل الطيب وإبعاد تحولت لأتيبوه ماكوينا إلى الأمام. راسية موجودة لمحمد أحمد، تدخل حاضر على ليليبو نية على يمين حارس المرمى رونان ويليامز. كرة عالية ومرة أخرى رونان ويليامز، مرة أخرى رونان ويليامز حاضر على دور قصتي. يجب الهدوء يا نادي سان داونز. هذه الكرة الموجودة في اللقطة الماضية، خروج لحارس المرمى، الخطأ كان موجود منك يا محمد أحمد، الخطأ كان موجود منك يا محمد أحمد، وخطأ يعني الحاضر كاسياس مايلول. نقلة إلى أمام باتجاه محمد عبد الرحمن في هذه الكرة السرعة، ورونان رونان ويليامز طريقة لكرة طولية باتجاه منطقة الجزاء، محاولة خطيرة، مطالبة بركلة جزاء في اللقطة الماضية لكن صادقة. محاولة من جديد، فرصة لعناصر نادي سان داونز عن طريق كوليسو مودا بتسديدة قوية عبرت إلى خارج أرضية الملعب، اعتلت العارضة الأفقية لمرمى الحارس علي أبو عشرين. هذه اللقطة هل كانت هنالك عملية شاتي نادي سان داونز؟ تيبوه ماكوينا للخط الخلفي، موثيبي مافالا من جديد، فارس عبد الله لإرسال كرة عالية من فارس عبد الله، كان بنظرة باتجاه والدين لكن بالطيب عثمان ديوف كان في اللقطة الماضية. فارس عبد الله باتجاه ليليبو لكن بعيدة عن ليليبو، سهلة لحارس المرمى رونان ويليامز. أوبري موديبا العددية التي تأتي من قبل لاعبي نادي سان داونز، تسديدة يا علي أبو عشرين، الحذر يا علي أبو عشرين، تسديدة كانت من تيبوه ماكوينا خولسيو موداو هو سدد هذه الكرة، اعتلت العارضة الأفقية. عدة من التسديدات خارج منطقة الجزاء تأتي، حاضر للخط الخلفي لنادي الهلال. كرة صدمت في الحائط البشري، وفي هذه الأثناء أيها السيدات والسادة متابعي قنوات بين سبورتس الكرام، صافرت حكم المباراة صادق السالمي تعلن عن نهاية بالتشيلي في تنفيذ هذه الكرة بالقدم اليمنى على يمين حارس المرمى علي أبو عشرين. صادق السالمي حكم هذه المواجهة، الحديث يأتي في هذه الركلة ركنية لعناصر نادي سان داونز. كرة ترسل عالية راسية متابعة لمحمد عبد الرحمن، أبعد الكرة الماضية، العائد لمساندة الدفاعات، تمريرة قصيرة تصل باتجاه كاسياس ميلول. حول نادي سان داونز اللي يعتبر نادي متكامل، صراحة نادي متكامل، سنتحدث عن قصة هذا الفريق في قادم الدقائق، لكن هنا محاولة لعبة خطيرة عن طريق نجوما، عدى مرر بكرة خطيرة للهدف الأول. يا ليليبو في اللعبة الماضية تصل مرة أخرى في وسط الملعب لفرقة نادي سان داونز. نقلة باتجاه زوين، يحاول زوين، ثيمبا في هذه الكرة، ومن ثم كرة تحولت إلى ركلة ركنية أو بيتر شالويل في اللقطة الماضية. سان داونز أيضا تيبوه ماكوينا، هذه الكرة الخطيرة تسديدة صدمت
في الحائط البشري، عبرت الكرة إلى رمية جانبية. استعادة للكرة لفارس عبد الله قبل أن تذهب لركلة ركنية. خونسيو موداو بكرة إلى الأمام، محمد عبد الرحمن عائد لمساند، فكر لليبو، نعم تمريرة هي باتجاه لليبو، هذه المحاولة، الفرصة لعناصر نادي الهلال، يحاول لليبو، عد ما زالت مستمرة، والدين بهذه الكرة، يا والدين ومارسيلو إيليندي يعود للتغطية، من ثم والدين يخطف الكرة وتمريرة خاطئة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمي. وأيضا على هذه الكرة يقف نيو مايا أو ماياما، تسديدة صدمت في الحائط البشري، إبعاد يأتي من قبل عبد الله أبو عقلة، تصل هذه الكرة للناحية اليسرى، تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. فارس عبد الله على تنفيذ اليسرى، شوف وين موجود، وبالإضافة لأميمة نيو ومارسيلو إيليندي، هذه المحاولة الخطيرة، التمريرة الأرضية، الكل يتحرك من قبل لاعبي نادي صن داونز، تحرك بحرية في هذه الأثناء، كرة ترسل مرة أخرى في هذه المحاولة، واحدة اثنين جميلة، وصافرت حكم المباراة لخطا على فارس أفريقي في هذا اللقاء. كرة خطيرة في هذه الأثناء عن طريق أوبري موديبا، موديبا بتسديدة في أحضان حارس المرمى علي أبو عشرين، في أحضان حارس المرمى علي أبو عشرين، أطهر الطاهر من جديد يعود لاستعادة الكرة الماضية، يسقط، كان يطالب بخطأ، يخسر الكرة أطهر الطاهر، وتسديدة لكرة بعيدة، تحولت هذه الكرة الحارس رونان ويليامز. في هذا الشوط الثاني حتى الآن الهلال لم يصل لمرمى الحارس رونان ويليامز بشكل خطير. أوبري موديبا على هذه الكرة الثابتة، على هذه الضربة الحرة، على هذه المحاولة، كرة بتسديدة إلى الأمام، وعلي أبو عشرين، الهدف الأول يأتي لنادي صن داونز، ماما يلودي صن داونز يسجل الهدف الأول من خلال أحداث هذا اللقاء. خونسيو موداو إلى الغائب في هذا الشوط الثاني، شوف التسديدة، علي أبو عشرين في الكرة الماضية، لو تركها علي أبو عشرين كانت غادرت الكرة خارج أرضية الملعب، لكن تصدى علي أبو عشرين، وبعد ذلك المتابعة، وهدف يأتي، واحد مقابل لا شيء لنادي صن داونز على حساب الهلال. تقدم الأمام بيتر شالوال للناحية اليمنى، تيم بازوين، كرة عالية، أبو عشرين وين رايح يا أبو عشرين؟ حولت الكرة إلى ضربة مرمى لعناصر نادي الهلال، كرة تصل مرة أخرى، عثمان ديوف، فابريس إنغوما للخط الخلفي، تحولت الضغط يولد الأخطاء يا محمد يا عبد الرحمن، برافو على عملية الضغط في اللعبة الماضية، محمد عبد الرحمن بعد أن سجل في مرمى المنامة، واضح أنه الشهية انفتحت عن محمد عبد الرحمن للتسجيل مرة أخرى مع نادي الهلال، وليعاود التسجيل مع المنتخب السوداني أيضا. محمد عبد الرحمن حديث مع ليليبو في المستطيل الأخضر، تسديدة من قبل أبو عاقلة، ما زالت مستمرة العرضية، المتابعة، ومانديلا أبعد الكرة الماضية، تصل لمارسيلو إيليندي، مارسيلو بنقل الكرة إلى الأمام، وين المتابعة؟ اسمع جماهير الهلال من خارج أرضية الملعب اللي صوتها مسموع في كل أفريقيا، تدخل لا يوجد خطأ، برافو والدين على العودة، برافو بنقل إلى الأمام باتجاه ليبو، يا ليبو لمسة يد تأتي من قبل ليبو في لقطة